السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي في درس جديد إن شاء الله. اليوم سوف نأخذ الدرس السادس في الوطن في جغرافية الوطن العربي سوريا، وهو بعنوان المياه في الوطن العربي. تمام يا طلاب، طلاب أمامنا فيديو واضح عند الكل، سوف نشاهده سوية إن شاء الله، وسوف نقوم بطرح بعض الأسئلة حول ما شاهدتموه في هذا الفيديو. على امتداد خريطة العالم، مليار فرد محرومون من الماء الصالح للشرب، ونحو 2.5 مليار شخص يعانون للحصول على الماء، بل إن 1,600,000 نسمة، أغلبهم من الأطفال، يموتون سنويا لأسباب تتعلق إما بنقص المياه أو تلوثها. كل التقارير الدولية تؤكد أن المنطقة العربية تمر بأزمة مائية خطيرة مهددة بالانفجار في كل لحظة وحين، فلدى بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط أقل حصة من إمدادات الماء المتجددة للفرد الواحد بين مناطق العالم، إذ لا تتجاوز الدول العربية مجتمعة 5% من سكان الأرض، ولا تحصل إلا على 1% من المياه. طلاب، واضح لهون المقطع؟ واضح. مين بقلع شو صار عندنا في المقطع الأول أو شاهدتوه في المقطع الأول؟ معاناة الوطن العربي من قلة المياه. نعم، معاناة الوطن العربي من قلة مياه أو شحية. نعم، ماذا شاهدتوا أيضا؟ هل مشكلة المياه في الوطن العربي فقط لمشكلة خاصة في الوطن العربي أم في العالم كله؟ في العالم الوطن العربي كله. أكثر. نعم، مشكلة المياه أو شح المياه أو نقص المياه هي مشكلة عالمية، ولكن تختلف هذه المشكلة ما بين منطقة وأخرى. ولكن الوطن العربي كما رأينا نحن أن الوطن العربي يقع ضمن المنطقة الحارة والمعتدلة الحارة، كذلك يمتاز الوطن العربي يتميز بقلة موارده المائية التقليدية، ونحن تكلمنا من مقصود الموارد المائية التقليدية. نلاحظ أن الوطن العربي من أكثر مناطق العالم خطورة بالمياه وقلة المياه فيه، وهذا الأمر هدد الأمن المائي العربي. ولاحظنا في بداية المقطع أنه عند 2.5 مليار شخص، لاحظوا على هذا الرقم، 2.5 مليار شخص يعانون من صعوبة الحصول على المياه، صح ولا مو صح؟ نعم، فالوطن العربي يعاني مشكلة حقيقة، هي من أخطر المشكلات التي يعاني منها أي منطقة، هي مشكلة شح المياه أو نقصها. لكن تمام، ثمة نزاعات حول المياه تمتد عبر الحدود، توصف بصراع البقاء. هنا سد النهضة الإثيوبي، وهو مسار جدل بين مصر والسودان وأثيوبيا، وهي دولة المنبع الشرقي لنهر النيل، فالقاهرة تتخوف من تأثير سلبي محتمل لهذا السد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وتظهر التخوفات المصرية من سعة السد التخزينية الكبيرة التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام. وتتمسك إثيوبيا بأن تستغرق عملية تخزين المياه في السد 3 سنوات، بينما ترى مصر أن يكون التخزين على 10 سنوات. يمتد صراع الجغرافيا على المياه إلى سرقة إسرائيل لمياه فلسطين، فتقدر حصة الفلسطيني بنحو 45 لترا يوميا فقط، بينما يحصل الإسرائيلي على 250 لترا والمستوطن على 400 لتر، إضافة لسرقة إسرائيل لمياه الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان. ولا تستثني أزمة المياه الصراع في اليمن، الذي يعد أحد أكثر الدول فقرا بالمياه لفترة طويلة بتبديد كثير من موارده على زراعة القادة. لكن حجم المشكلة الحالية تضاعف مع استمرار الحرب في البلاد، فأضحت غالبية المناطق اليمنية من دون طاقة، ولا يوجد فيها وقود كاف لتشغيل المضخات المائية. طلاب، شاهدنا هذا المقطع، ما المشكلات أو الأخطار التي تهدد الأمن المائي حسب هذا المقطع؟ نعم يا طلاب. أخذت إسرائيل إحدى الموارد في فلسطين.
نعم نعم أخذ يا إسرائيل فاطمة. لموارد التصفية من المياه، سلب وجود سد إسرائيل، النهضة، نعم. ثانيا سد النهضة في مصر سد النهضة الذي بين، أخذ نعم. ثالثا ما المشكلة الثالثة؟ خلافات بين الدول، خلافات بين الدول العربية مثل مصر والسودان، وقلة نعم المياه في اليمن، نسبة المياه قليلة جدا. نعم إذا أهم المشكلات التي تعاني منها الدول العربية بالنسبة للمياه هي مشكلة، أولا أن منابع الأنهار الكبرى في الوطن العربي أين تقع؟ تقع خارج حدود الوطن العربي، أليس كذلك؟ فمثلا نهر النيل تقع منابعه خارج الحدود العربية في هضبة بحيرات، أهم روافده هو نهر النيل الأزرق، يقع وين؟ في إثيوبيا. ولذلك بنلاحظ في الوقت الحاضر مشكلة، حتى الوقت الحاضر هي حاليا موجودة، هي مشكلة سد النهضة. أشو المشكلة هاي؟ أنه إثيوبيا أقامت سد على النيل الأزرق، ونحن رأينا أنه النيل الأزرق هو أهم روافد نهر النيل، ويزود نهر النيل 50 مليار متر مكعب من المياه سنويا. فلما أقامت أو بدأت إثيوبيا بإقامة هذا السد على النيل الأزرق، فإنه سوف يحجز المياه على نهر النيل، وتقل كمية المياه الصابة في نهر النيل، وبالتالي تقل نسبة مصر أو حصة مصر والسودان من نهر النيل، وسوف تشكل خلفه بحيرة يستغرق امتلاء هذه البحيرة، مثلا إثيوبيا تقول 3 سنوات، أليس كذلك رأينا في هذا المقطع؟ نعم أستاذ، نعم نعم نعم، بينما مصر تقول أنه يحتاج إلى 10 سنوات، 10 سنوات لامتلاء بحيرة، وبالتالي 10 سنوات قلة من المياه أو شح المياه في مصر. فهذه مشكلة خطيرة جدا، ويمكن أن يتطور الأمر إذا لم يحل هذا الأمر بالطرق الدبلوماسية إلى بجوز قامت حرب بين مصر وأثيوبيا أو السودان وأثيوبيا. فلذلك هذه مشكلة خطيرة جدا تعاني منها المياه في الوطن العربي. نضرب مثال آخر، نهر الفرات عندنا في سوريا، من أين منبع؟ نحن ينبع قلنا من هضبة أرمينيا في تركيا، وتركيا أقامت العديد من السدود على منابع نهر الفرات في الأراضي التركية، فبالتالي بنلاحظ قلت المياه في نهر الفرات، وقلت حصة سوريا فيها نسبته من نهر الفرات. لذلك في فترة من الفترات ساءت العلاقات جدا بين سوريا وتركيا، بسبب ماذا؟ بسبب مشكلة نهر الفرات. فهذه مشكلة خطيرة تعاني منها جميع الأقطار العربية، تمام واضح يا طلاب بالنسبة. فعنوان درسنا لهذا اليوم هو بعنوان المياه في الوطن العربي، أزمة راهنة وصراع مستقبلي. إذا الأزمة راهنة يعني موجودة في الوقت الحاضر نعيشها نحن الآن، وصراع مستقبلي يمكن أن يتطور إلى صراع بين الدول العربية والدول المجاورة، أو بين حتى الدول العربية والدول العربية فيما بينها. نحن أين نحن الآن؟ نحن هنا في دروس الوحدة بعنوان درسنا المياه في الوطن العربي، أزمة راهنة وصراع مستقبلي. أخذنا في الدرس السابق المياه في الوطن العربي قلة في الموارد المائية التقليدية، تكلمنا قبله مناخ الوطن العربي، تكلمنا عن مظاهر السطح في الوطن العربي والأحقاب الجيولوجية في الوطن العربي. إن شاء الله اليوم سوف نتكلم أو سنتعلم في درس هذا اليوم ما هي المشكلات المائية التي يعاني منها الوطن العربي، ثانيا أن أذكر بعض الحلول لمشكلة المياه في هذا الوطن العربي. إذا أمران سوف نتعلمهما في درس هذا اليوم هما المشكلة واحد، المشكلة المائية، المشكلات المائية التي يعاني منها الوطن العربي، ثانيا ما هي الحلول لهذه المشكلات. في عندي بعض الكلمات المفتاحية التي تساعدني على حفظ درسي، وهي هدر، تملح، تلوث، حلول، سياسة. واضحة يا طلاب هذه الكلمات؟ نعم واضحة. ما المقصود؟ نعم. إذا الهدر، ما المقصود بالهدر؟ تملح، ما هو المقصود بالتملح؟ تلوث، حلول، وسياسة. الهدف الأول من درسي هذا اليوم أن أذكر أو أستنتج المشكلات المائية في الوطن العربي. إذا تعتبر أزمة المياه في الوطن العربي هي التحدي الأكبر للعرب. يعني على موجب التقرير اللي لاحظناه في هذا الفيديو او بعض التقارير تحدث انه الوطن العربي يحتاج تقريبا الى 200 مليار دولار، لاحظوا على هذا الرقم الهائل، يحتاج ل 200 مليار دولار لتامين الموارد المائيه او المياه في الوطن العربي في السنوات القادمه.
فمشكلة المياه أو أزمة المياه تعتبر التحدي الأكبر للوطن أو للدول العربية. وطبعاً أين تأتي هذه الأزمة؟ تأتي طبعاً من عدة مشكلات. ما هي المشكلات التي تعاني منها الوطن العربي ويعاني منها الوطن العربي؟ في عندي مشكلات تسمى مشكلات تقنية وإدارية، وفي عندي مشكلات سياسية. إذا عندنا نوعين من المشكلات، إذا المشكلات تقنية وإدارية وفي عندي مشكلات سياسية. ما المقصود بالمشكلات التقنية؟ طبعا المقصود بالمشكلات التقنية هي طرق استغلال المياه. إذا تتمثل أو تشمل المشكلة التقنية هي طرق استغلال المياه، وما هي المشكلات التي تعترض هذه الطرق. تمام؟ فالمشكلات الإدارية طبعا هي بحكم أنه موقع الوطن العربي في المنطقة الحارة والمحتدلة الحارة، فنحن رأينا أنه يعترض أو يتعرض الوطن العربي لفترات الجفاف، فترات من الجفاف نلاحظها خاصة في الأجزاء الجنوبية من الوطن العربي، مثلا الصومال، السودان، موريتانيا. طبعا هذه الفترات طبعا تؤثر بشكل كبير على الغذاء أو الإنتاج الزراعي في هذه الأقطار. وبنلاحظ كثير من هذه الدول تعاني من مشكلة المجاعة، يعني مشكلة مجاعة، الشعب ما يوجد لديه ما يأكله من غذاء أو مياه في هذه الأقطار. والسبب أن هذه المشكلة تترافق مع فترة الإنتاج الزراعي، يعني يحصل الجفاف أو فترات الجفاف أو دوراته مع فترة الإنتاج الزراعي، بالتالي قلة الإنتاج الزراعي في هذه الأقطار. كذلك من المشكلات التقنية هو بنلاحظ زيادة النمو السكاني. بنلاحظ الوطن العربي، سكان الوطن العربي مثلا بعام 2000 مثلا كانت 300 مليون نسمة، من المتوقع أن يصبح عام 2050 350 مليون نسمة. هذه الزيادة الديموغرافية في عدد السكان ماذا يرافق؟ يرافق زيادة الطلب على الماء وزيادة الطلب على الغذاء وإلى آخره. فهذه مشكلة تعاني منها أغلب الأقطار العربية لغياب التخطيط الأمثل، لغياب التخطيط الأمثل. إذا فهذه مشكلة أخرى. طبعا كذلك في عندي ظهور صناعات في الوطن العربي، في بعض الصناعات الأقطار العربية تظهر فيها صناعات أو إقامة صناعات جديدة، وكثير من الصناعات تحتاج إلى المياه. بعد قليل سوف نرى كم تبلغ نسبة استهلاك الصناعة من المياه أو الزراعة إلى آخره. فهذه الصناعات الجديدة تتطلب مياه أخرى. كذلك من مشكلات اتساع المدن. نعرف أنه أغلب الهدر أو استهلاك المياه أين يكون؟ يكون في الريف أم في المدينة؟ طبعا في المدينة. ولما يزداد حجم المدن ويكبر عدد سكانها يزداد الطلب على هذه الماء، أو تتعرض المياه في هذه المدن أو المصادر المائية في هذه المدن تتعرض إلى التلوث، وبالتالي من الصعب أو من المشاكل التي يمكن أن تعرض لها هي عدم استخدامها مرة أخرى. إذن هذه نسميها مشكلات تقنية. إذن عندي هناك عدة مشكلات تقنية متعددة تعترض الوطن العربي، فهو معرض بحكم موقعه لدورات من الجفاف، خاصة السودان والصومال وموريتانيا، تسبب في حدوث المجاعات. كما أن الطلب على الماء فيه تزايد مستمر، السبب في ذلك علل زيادة الطلب المستمر على الماء في الوطن العربي. ماذا نقول؟ بسبب النمو الديموغرافي واتساع المدن، امتداد مناطق الري وظهور صناعات جديدة. هذه تساهم في زيادة الطلب على الماء في الوطن العربي. إذن هذه نسميها المشكلات التقنية والإدارية. واضحة طلاب؟ نعم. واضح أستاذ. نلاحظ هذه الصور سوية. ما هي المشكلات التي تعاني منها المياه في الوطن العربي؟ من يقول لي هذه المشكلات؟ نعم. الهدر. برفع الايد طلابي، برفع الايد. نعم يا فاطمه، صورتين، تكلمي عن اول صورتين، هذه وهذه. اول مشكله هدر المياه، لا يوجد ترشيد استهلاك المياه. في اي صوره يا فاطمه؟ باي صوره؟ اين مشكله الهدر؟ الصوره على اليسار من فوق. هذه؟
نعم غيره. الصورة الأولى من اليمين الإفراط في الري ما في ري يعني منظم. نعم نعم بدي نعم هل توافقون فاطمة في هذه الصورتين؟ لا أستاذ. نعم من يتحدث؟ نعم فاطمة تفضل يا فاطمة. أستاذ الصورة اللي على اليسار هذه مشكلة التلوث. أحسنتي أستاذ. نعم استاذ هي تلوث الصرف الصحي. زين الصرف الصحي فاطمه سبار انتبه علي. هذه صوره للصرف الصحي المبقى في الانهار، فهذه مشكله تعتبر. اذا اول مشكله تعاني منها المياه هي اشوي مشكله التلوث، مشكله تلوث. ثانيا هذه الصوره، من يقول لي هذه الصوره؟ كيف استاذ؟ من يجيب؟ استاذ ازار هذا عملية تملح التربي. أحسنت، هذا هو تملح التربي. بنلاحظ هذه الطبقة البيضاء هي عبارة عن أملاح متراكمة على سطح التربي. ما سبب نشوء هذه الطبقة؟ هو الري بمياه مالحة وعدم وجود قنوات لتصريف المياه الزائدة. لما تنشف المياه أو تتبخر، تتعرض للتبخر، تتراكم الأملاح وين؟ على سطح التربي، مما يعيق نمو النباتات. هذه الطبقة تصبح طبقة قاسية، رقيقة قاسية. البذار لا تستطيع الخروج إلى السطح، وبالتالي كثير من الأراضي الزراعية في مثلا في سوريا، في مصر، خرجت عن دائرة الاستثمار بسبب ظاهرة التملح. هذه المشكلة، من يجيب على هذه الصور تحت؟ نعم رفع اليد. نعم يا هزار. تصحر أستاذ. التصحر، أو نحن نسميه الجفاف. ماذا نسميه؟ جفاف. ماذا ينتج عن الجفاف؟ أشلون بتكون التربة؟ لاحظوا أشوية جاف، بتقل الرطوبة فيها وبصير نسبة النمو صعبة. نعم، فتتشقق التربة. لاحظوا هنا التربة تصبح تربة متشققة، ونمو النباتات. لاحظوا هذه الشجرة تكون ميتة، إذا تموت النباتات في فترات الجفاف. إذا هذا هو الجفاف على تربة الوطن العربي، تشققها إلى آخره. هذه الصورة جاوب أستاذ. نعم من يستطيع الإجابة؟ فاطمة تفضل يا فاطمة. أستاذ مشكلة هدر المياه. نعم هدر المياه، أحسنت يا فاطمة. إذا المشكلة التي تعاني منها المياه، مشكلة المياه في الوطن العربي، الهدر. لاحظوا أنه عم يغسل السيارة بهالصورة بأرميج، بنلاحظ أنه الأرميج على ملاته والمياه معباية، فهذا بسميه هدر المياه. إذا المشكلة، مشكلات المياه، مشكلة المياه في الوطن العربي، إذا عندي أولا مشكلة الاستنزاف المياه، هدر المياه، تلوث المياه، تملح التربي، الجفاف. واضح يا طلاب؟ نعم واضح استاذ. نعم. مشكلة التلوث، ما المقصود مشكلة التلوث؟ تعرض الطبقة السطحية المائية، مياه السطحية عفوا، ومياه الجوفية القريبة من السطح للتلوث، ناتجين التلوث من مياه ما الصرف صحي. بس مياه الصرف الصحي تتلوث المياه عنده؟ لا، في عنده ملوثات أخرى. طبعا هي نفايات المصانع، نفايات المصانع، احسنت. اذا في عندي كذلك تتلوث المياه من نفايات المصانع، طبعا الصناعات الكيماويه الغذائيه التي تلقي سمومها في الانهار فيتغير تركيب المياه وتزداد محتواها الكيماوي والعضوي. ومن امثله الانهار الملوثه كيميائيا هي نهر دياله في العراق. في عندي كذلك تتلوث عندي المياه نتيجة كذلك الأسمدة، استخدام الأسمدة بشكل مفرط. لما نحن بنسمد الأراضي ونرجع نسقيها تزداد نسبة الملوثات بالأسمدة والمبيدات المستعملة في الزراعة، فهي تلوث المصارف والطبقات الجوفية القريبة والمصارف، وخاصة هذه نلاحظها في مصر. إذا هذا نسميه تلوث المياه. أما التملح كما ذكرنا هو تراكم الأملاح أو تشكل طبقة رقيقة من الأملاح على سطح الأرض نتيجة الري بمياه المالحة، وبالتالي هذه الطبقة تمنع نمو النباتات، وأسميها ماذا؟ أسميه تملح التربي. الهدر
أو استنزاف المياه نتيجة سوء استخدامها أو سوء استرشيد استخدام المياه طبعاً، وخاصة هذه ملاحظة في المدن، ملاحظة في المدن. الاستنزاف في عندي مشكلة هي استنزاف المياه الجوفية. نحن أخذنا عن المياه الجوفية ومياه سطحية. نلاحظ المياه الجوفية مستنزفة بشكل كبير في الوطن العربي، وعند كثير من الأقطار العربية تعتمد على المياه الجوفية بشكل كبير. وأكبر مثال على ذلك ليبيا. ليبيا 75% من اعتمادها على المياه منين تعتمد على المياه الجوفية. فعدم مثلا اتباع أساليب جديدة أو اتباع إرشادات في استخدام المياه الجوفية أدى إلى انخفاض منسوبها. ما بنلاحظ كثرة الآبار وإقامة الآبار الغير مرخصة أدى إلى قلة منسوب المياه الجوفية. فمثلا كان قديما على 50 متر أو 100 متر بيطلع عنده مي أو بير ماء، هلق على 300 متر أو 400 متر ما بيطلع عنده مي أو ما بتظهر المياه على السطح. السبب هو كثرة الآبار والتي أدى إلى تناقص منسوب المياه الجوفية. كثيرة من المياه الجوفية تتعرض للتملح، كيف؟ عن طريق انخفاض منسوبها والترشح مياه البحر المجاور لها، وخاصة هذه ملاحظة في دول الخليج العربي ومنطقتنا نحن هو في الساحل السوري في سوريا. مياه الجوفية في الساحل مياه غير صالح للشرب. السبب في ذلك هي تسرب مياه البحر المالحة إلى المياه الجوفية بسبب انخفاض منسوبها. فهذه بسميها المشكلات التي تعاني منها المياه الوطن العربي. هذه طبعا ضمن المشكلات التقنية والإدارية. واضحة طلاب؟ واضحة أستاذ. نعم. القطاع الأول باستخدام باستهلاك المياه في الوطن العربي هو قطاع الزراعة. قطاع الزراعة. نعم. لاحظوا هذا الشكل. هذا استهلاك كل قطاع من القطاعات للمياه. لاحظوا. النسبة العظمى لاستهلاك المياه في الوطن العربي أين تذهب؟ للزراعة. نعم؟ لاحظوا السلع عش خد نسبة استهلاك المياه 3.7%. الاستخدامات المنزلية 3.6%. تقريبا نسبة، لاحظوا النسبة متقاربة بين استهلاك المياه في الصناعة والاستخدامات المنزلية. فالنسبة الأكبر من المياه تذهب أو استهلاك المياه تذهب إلى قطاع الزراعة. هذه هي المشكلات التقنية والإدارية. هذه مشكلة التلوث تأتينا من مياه الصرف الصحي كما ذكرنا، مياه النفايات الصناعية وطريق المخصبات والمبيدات المستعملة في الزراعة. هلا هي ما المشكلات السياسية؟ نحن رأينا في الفيديو السابق أزمة سد النهضة. تمام طلاب؟ فهذه بسميها مشكلة سياسية يعني بين دولتين. طبعا هذه المشكلة نتيجة أو قلنا بسبب وقوع منابع الأنهار أو مصادر المياه خارج حدود الوطن العربي وتحكم الدول الأجنبية بها. فهذه بسميها مشكلة سياسية. كذلك خلنا رأينا كيان الصهيوني، أليس كذلك؟ قام بسلب الموارد المائية في الأقطار العربية المجاورة، وأكبر مثال على ذلك الجولان. يعتبر الجولان في سوريا من أكثر المناطق السورية وفرة بالمياه، ولذلك قام الكيان الصهيوني باحتلاله منابع نهر الأردن، الينابيع، بحيرة الطبرية إلى آخره، مصب نهر اليرموك، بحيرة الطبرية. هذه الينابيع كلها وهذه الأنهار موجودين في الجولان، وثلث المياه التي يستهلكها الكيان الصهيوني تأتي من منطقة الجولان. لذلك يتمسك هذا الكيان بالجولان ولا يريد الاستغناء عنه. فهذه تعتبرها مشكلة سياسية. كذلك المشكلة السياسية في عند بعض الأقطار العربية تشكو من نقص المياه وأخرى ذات وفرة مياه، وهذا أدى إلى انعدام الخطط العربية لاستثمار المياه والحفاظ عليها. إذن هذه هي المشكلات السياسية في الوطن العربي.